مننا بيعاني من مشاكل وآلام في الغضاريف أو خشونة في الركبة ومش بنكون عارفين الأسباب إيه. كتير مننا بيشوف أمه أو أبوه تعبانين ومش عارفين يتحركوا ولا يمشوا. آلام الغضاريف بتيجي بسبب كبر السن أو ضعف التغذية أو إن في أكل صحي إحنا مش بناكله أو بسبب عامل الزمن مع تقدم العمر للفرد أو لو أنت كنت بتلعب رياضة وحصل تمزق في الأربطة المتواجدة عندك. ظهر مع التطور العلمي علاجات للمشكلة دي، وكان من أفضلها المنتج بيركو المدعم بالكولاجين وفيتامين سي، حيث إن الكولاجين بيقلل من خطر الإصابة بتصلب المفاصل وخصوصاً في فترة الشيخوخة، وبيعيد المرونة للمفاصل ويسهل حركة المفاصل في حالة التهابها، وكمان تدمير الغضاريف التالفة والمساعدة في إعادة بنائها. الكولاجين بيستخدم كعلاج لأكتر من مشكلة، ولكن اللي ناس كتير ما تعرفوش إن قوته وفعاليته بتكون في علاج آلام وأوجاع مفاصل الركبة، واللي بتساعدك إنك تقدر تتحرك زي زمان من تاني. وعشان كده إحنا بنقدم لك المنتج بيركو المدعم بالكولاجين وفيتامين سي. بيركو مطابق للمواصفات العالمية والمصرية، وهو عبارة عن مكمل غذائي في صورة مشروب جيلاتيني مدعم بالكولاجين وفيتامين سي. بيتم إذابة محتويات الكيس في نصف كوب من الماء ويتم تناوله. سام 7 مستر مارفل، لسنا الوحيدون لكننا الأفضل. مع سام 7 مستر مارفل هتلاقي كل حاجة عندنا، هتلاقي كل الأذواق وكل اللي نفسك فيه. مع سام 7 مستر مارفل لسنا الوحيدون لكننا الأفضل. العنوان: المنصورة، شارع أحمد ماهر، ناصية معاذ بن جبل، بجوار بنك سي آي بي، ميت غمر، أول شارع بورسعيد، بجوار تاون تايم. أجا، شارع الجلاء، بجوار الفخراني، أعلى بيتزا بلازا. السنبلاوين، شارع الشيخ عمر، أسفل البيت السعودي للعبايات. تليفون 011-52-09-09. يلا يا حلوين، تعالوا لنا في العناوين. سام 7 مستر مارفل، لسنا الوحيدون لكننا الأفضل. مع تحيات رئيس مجلس الإدارة مهندس حازم طه. يا صباح البهجة والتفاؤل والأمل عليكم أعزائي المشاهدين في برنامج حوار مع يسرى، مع يسرى نصر الله. الإنترنت سلاح ذو حدين، ناس بتستخدمه للقراءة والاطلاع والثقافة والتعلم والتواصل، وناس تانية بتستخدمه في الأذى، التحرش الإلكتروني، السب والقصف، التنمر، سرقة أكاونتات، سرقة صور أو تركيب صور. إزاي نتعامل مع الأشخاص المؤذية قانونيا؟ ده اللي هنعرفه بس بعد الفاصل. كتير مننا بيعاني من مشاكل وآلام في الغضاريف أو خشونة في الركبة ومش بنكون عارفين الأسباب إيه. كتير مننا بيشوف أمه أو أبوه تعبانين ومش عارفين يتحركوا ولا يمشوا. آلام الغضاريف بتيجي بسبب كبر السن أو ضعف التغذية أو إن في أكل صحي إحنا مش بناكله أو بسبب عامل الزمن مع تقدم العمر للفرد أو لو أنت كنت بتلعب رياضة وحصل تمزق في الأربطة المتواجدة عندك. ظهر مع التطور العلمي علاجات للمشكلة دي، وكان من أفضلها المنتج بيركو المدعم بالكولاجين وفيتامين سي، حيث إن الكولاجين بيقلل من خطر الإصابة بتصلب المفاصل وخصوصاً في فترة الشيخوخة، وبيعيد المرونة للمفاصل ويسهل حركة المفاصل في حالة التهابها، وكمان تدمير الغضاريف التالفة والمساعدة في إعادة بنائها. الكولاجين بيستخدم كعلاج لأكتر من مشكلة، ولكن اللي ناس كتير ما تعرفوش إن قوته وفعاليته بتكون في علاج آلام وأوجاع مفاصل الركبة، واللي بتساعدك إنك تقدر تتحرك زي زمان من تاني. وعشان كده إحنا بنقدم لك المنتج بيركو المدعم بالكولاجين وفيتامين سي. بيركو مطابق للمواصفات العالمية والمصرية، وهو عبارة عن مكمل غذائي
في صورة مشروب جيلاتيني مدعم بالكولاجين وفيتامين سي. بيتم إذابة محتويات الكيس في نصف كوب من الماء ويتم تناوله. سام سيفن مستر مارفل، لسنا الوحيدون لكننا الأفضل. مع سام سيفن مستر مارفل هتلاقي كل حاجة عندنا، هتلاقي كل الأذواق وكل اللي نفسك فيه. مع سام سيفن مستر مارفل لسنا الوحيدون لكننا الأفضل. العنوان: المنصورة، شارع أحمد ماهر، ناصية معاذ بن جبل، بجوار بنك سي آي بي، ميت غمر، أول شارع بورسعيد، بجوار تاون تايم. أجا، شارع الجلاء، بجوار الفخراني، أعلى بيتزا بلازا. السنبلاوين، شارع الشيخ عمر، أسفل البيت السعودي للعبايات. تليفون 011-52-09-09. يلا يا حلوين، تعالونا في العناوين: سام سيفن مستر مارفل، لسنا الوحيدون لكننا الأفضل. مع تحيات رئيس مجلس الإدارة مهندس حازم طه. رجعنا لكم تاني مشاهدينا ببرنامج حوار مع يسرى، مع يسرى نصر الله. النهارده ضيفنا المهندس اسلام غانم، استشاري تقنيه المعلومات. اهلا بحضرتك. اهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين. لما حد يتعرض لاي نوع من انواع جرائم الانترنت يتحرك قانوني ازاي؟ الحقيقه هي الطرق والادوات كتير. من اولا لو حد اخترق حساب على السوشيال ميديا او ايميل شخصي، او لو حد عمل جاب صورة ناس وحطها على حسابات وهمية، او لو حد حط بيانات ناس على مواقع مش ظريفة. كل الطرق دي كلها لازم في الاول وفي الاخر بياخد سكرين او بيصور المشكلة اللي حصلت له ديت، وبيتوجه لشرطة الانترنت في المديريات في المحافظات او في وزارة الداخلية لو كان في العاصمة، بيتحول للضابط المختص بيفحص الحالة، ولو لقاها ماتشنج او متوافقة مع القانون بيترحل على النيابة، ثم بترحل على المحكمة الاقتصادية. فالمحكمة الاقتصادية في الفترة الحالية هي المتولية كل جرائم تكنولوجيا المعلومات بكل الانواع اللي انا ذكرتها ديت. في خط ساخن اعتقد كمان معمول، هو في خط ساخن بس هو يفضل ان هو ياخد برنت سكرين ويروح عشان يبقى في تحقق وياخد السيركل او الدورة القضائية بتاعته. طيب مين هم اكتر اشخاص معرضين للابتزاز الإلكتروني؟ 100% من المجتمع معرض للابتزاز، لأن احنا بنعتمد نتيجة للضغوطات الحياة، إن احنا بنقصر شوية في الالتزامات أو في السيكيورتي في الأجهزة بتاعتنا، ما بنحطش أنتي فيروس. طبعا الانتي فيروس المجاني اللي موجود على الانترنت دوت ده مش كفيل خالص بالحمايه. ساعات بنعمل مشاكل صغيره، نسيب الموبايل للاطفال يلعبوا فيه فيبدا يفتح الولد او الطفل يلعب، هو بيلعب يفتح بورتات يخليك تعمل مشاكل، فجاه تلاقي الصوره بتاعت الشخص موجود على الانترنت بغلطه هو ما كانش واخد باله منها. فبالتالي احنا معرضين لو احنا ما كناش اب تو ديت، او يعني على اخر درجه من الوعي، ان احنا اي حاجه لازم ما تبقاش مفتوحه ولازم نامن على قد ما نقدر. طب ازاي يعني نتعامل مع الشخص المبتز لو بدأ يهدد او يطلب فلوس؟ هو الشخص المبتز دوت ملهوش معالجة، اللي له اساليبه تنويعك، اللي هو بيقولك انا مش محتاج منك حاجة، انا هحط الصور اللي انا خدتها منك على الانترنت وهتجيب لي ترافيك نتيجة الزيارات اللي كتير ليها.
ملهوش معجق للتوجه الى شرطة الانترنت، لان هي هتقدر تحدد مكانه وتعمل له كمين الكتروني عشان خاطر تقدر تقبض عليه وتتحول الى محكمة الاقتصادية. لكن الاستجابة له لو هتستجيب مرة خلاص هيفضل بقى يتناوب يبتزك طول العمر او يطلب على فلوس طول العمر. فانت حضرتك بتنصح ان احنا ما نتعاطاش معاهم اساسا، بمجرد ما تكتشف المشكلة لازم تتوجه على طول الى شرطة الانترنت علشان خاطر تبدا هي تلحق تاخد اجراءاتها وتتحول للنيابة ويتامر بالتحري والتحصي المكان عشان خاطر يقدر يعمل له كمين الكتروني. كمان انا بس عايزه اضيف حاجه على كلام حضرتك، الشخص اللي بيهدد او المبتز لو حس ان الشخص اللي قدامه خايف هيستغله زياده او هيبدا يعرف نقطه ضعفه فيلعب عليها اكتر. فكل ما كان عندك ثبات انفعالي قدامه، انا مش خايف اعمل اللي انت عاوزه، يعني ما حدش هيقدر يعمل لك حاجه. الحقيقه حضرتك فتحتي نقطه مهمه جدا، هي فكره لو ان شخص عايز يخترق حد مش هفكر انا ممكن ابعد خالص عن ان انا احط ملف او ابعت له ملف معين فيه صوره او فيه حاجه، انا ممكن العب على الفكر بتاعه اللي انا احول الشخص لمود غير طبيعي، اعمل معاه حرب نفسيه يعني او كده. لا مساله كده مش ممكن يكون مود سلبي، لا ممكن يكون مود ايجابي. اقول له مثلا مبروك انت كسبت بنك في موجود في دوله معينه اسمه يتوافر مع اسمك، مش عارف ايه، ابعت لنا بياناتك، يفتح اللينك، او المبروك انت كسبت جائزه معينه او منحه معينه في دوله معينه والبيانات بتاعتنا موجوده على الانترنت. يعني احنا بننصح من خلال برنامجنا ان اي لينك غريب يجي لنا بلاش نفتحه. يعني هو لو جينا بصينا للموضوع دوت، هو اي لينك غريب، وكمان ممكن نحط ممكن لينك من اصدقائنا لو موبايل شخص اتسرق وبدا يخش الشخص اللص دوت مسك الموبايل بدا يخش على الفريندز ويبدا يبعت لهم انا عندي مشكله انا الحقني ابعت لي كارت. فبالتالي كمان لو حطينا النظريه ديت فباي ديفولت اي حد بعت لك اي حاجه لازم نتاكد ان شاء الله باتصال تليفوني. ممكن حد يسرق الواي فاي بتاعي حتى لو انا عامله له باسورد؟ هو الاصل ان الباسورد هو بيقلل احتماليه الدخول مش بيمنع الدخول، لان في الاول وفي الاخر الباسورد ديت لها ليميت، اللي هي ايه الليميت؟ من 1 لـ9 والحروف كلها الكاركترز والرموز اللي هي الاندر سكور والموضوع ده كله. فبالتالي انا الفكره لازم اقعد حد اقصى 72 يوم واغير الباسورد، لو سبته اكتر من كده ففي احتمال ان الباسورد دوت يتفك. ده غير ان في ناس كتير عندنا في الشعب المصري بيسيب الباسورد الديفولت الموجود على الراوتر او على الجهاز اللي هو بيتعامل عليه كونفيجريشن، وبالتالي ده بيسهل على طول للشخص اللي عايز يحط اول باسورد اول اختبار الباسورد الاساسي فيلاقيه بيفتح وبيلاقيه يخش ويأكسس معاكم على الشبكه. طبعا القانون مهتم جدا ركز على موضوع الاختراق لشبكات الواي فاي او عمل شبكات انترنت فرعيه من غير ترخيص، حد لها غرامات وسنين سجن مشدده. طيب يعني واحنا قاعدين كلنا في ايدينا السوشيال ميديا، في ايدينا موبايلات، تابات، لابتوب، بيبقى فيه كاميرا طبعا، في حد ممكن يعني من خلال برنامج يفتح كاميرا ويصورني وانا قاعده وانا مش واخده بالي؟ هي الفكره كلها ان احنا اصبح معانا امكانيات اعلى من اللي احنا عايزينه، بالاضافه اللي ممكن حد لو سيبنا الموبايل لطفل او وديناه لمركز صيانه مش واثقين فيه او ما نعرفهوش او لسه ممكن مركز الصيانه دوت ينزل برنامج ويبدا ياكسس اكنه قاعد على معاكي على الموبايل ويشوف اللي بيحصل من غير ما يبين ان الكاميرا شغاله ويسمع الاتصالات اللي بتتم، يعني اكنه بالظبط شريك معاكي في الموبايل. فالفكره كلها ان انا ما ينفعش ادي موبايلي لاي مركز صيانه، لان مراكز الصيانه دلوقتي يمكن الدراما المصريه ركزت جدا على الموضوع ده، مراكز الصيانه بتحط ملفات عشان تبدا تتجسس على صاحب او صاحبه الموبايل. يعني تنصح احنا نوديه للتوكيل مثلا او ممكن يكون يا اما يخلي اكون موجود مع مركز الصيانه وانا قاعد قدام منه على الجهاز وبشوفه هو بيعمل ايه خطوه بخطوه، او يكون حد علاقه ذو ثقه شويه، صديق مثلا، صديق او حاجه، او حد معروف ذو ثقه. تمام بالظبط كده. وكمان في نقطه عندنا ان احنا ما بنهتمش بسياسه الانتي فايروس. الانتي فايروس المجاني ما بيعملش اي حاجه خالص، الانتي فايروس اللي مش مجاني هو ده اللي بيحمي وبرضه مش بيوصل لدرجه 100%، بيوصل لدرجه 99%. لان دي معلومه انا ما كنتش اعرفها ان في انتي فايروس مش مجاني هو ده اللي بيحميني. الشركات الخمسه الكبار في الانتي فايروس اجمعوا ان النسخه المجانيه الغرض منها الدعايه، وبالدليل لو اي واحد جاب فيروس على فلاش ميموري ويدخلها على النسخه المجانيه هيقول ان يعني انتي فايروس اللي انا بنزله ده ويفضل يمسح، ولكن انا مسحت 5 فيروسات او 6 فيروسات ده مالوش علاقه اصلا. ده يعني مسح 5 و7 10 ممكن نقول مثلا، يعني 7 10 يخشوا عادي بس هو بيمسح بس مش كله. بالظبط كده، فبالتالي مالوش اي فايده خالص. تمام، احنا معانا اتصال تليفوني من ايا جمال. الو الو، ايوه صباح الخير يا يسرا. صباح النور، عامله ايه؟ ازيك يا ايه؟
عامله الحمد ايه؟ لله يا حمد، الحمد لله بخير والله. اولا ايه كنت سريعا. حابه ان انا اشكرك جدا واشكر اسره البرنامج بتاعك. العفو حبيبتي العفو. ربنا يخليك يا رب، شكرا. عشان مهتمين بس بالموضوع جدا، والموضوع يعني بقى اللي هو بقى يزيد جدا، والاختراقات والمشاكل كترت جدا. فانا بصراحه مبسوطه جدا لما بلاقي حد من بلدي بيتكلم عن الموضوع بالشكل ده، وبيدي الدعم الكامل للناس كلها. طب ايه يا حبيبتي سريعا كده احكي لنا حكايتك للناس اللي ما تعرفهاش او اللي ما تابعتهاش. بصي، هو سريعا كده انا كلمني رقم 00033 عشان يحدث معايا البيانات. انا عميل عند شركه اتصالات مصر بقالي اكتر من 10 سنين، وبعد ما حدث معايا البيانات من خدمه العملاء رقم كودي، بعد ما حدث على طول سرق الريكفري كلها، الواتساب والفيسبوك وشريحه الموبايل وكل حاجه ممكن تتخيليها. وبدا ان هو بقى يعمل ابديت للحاجات دي كلها، وبقت عنده بدا ان هو يهددني بيها. طبعا القضيه رحت عملت محضر شركه الحق معاها، وبعدين بعد فتره اكتشفنا ان في موزع في عقد ما بينه وما بين الشركه هو اللي قام بالواقعه دي. وطبعا بعد سنتين من الواقعه تم القبض على الموزع ده، واتحاكم وخد سنه سجن. وكانت القضاء المصري طبعا منصفني جدا، وانا بشكره جدا على اللي هو عمله معايا القضاء المصري، لان كانت نصره كبيره بعد 3 سنين من القضيه اخد حكم سنه سجن وتعويض 100,000 جنيه. طبعا هو كان طب ايه اخر حاجه وصلت لها في القضيه بتاعتك؟ ايه القضيه وصلت لحد القضيه كده اخر ولا في حاجه حاجه تانية؟ انا لسه طبعا القضيه ما انتهتش، لان انا اولا انا عميل عند الشركه مش عميل عند موزع، المفروض ان انا لسه بطالب بحقي، لان في مفروض موظف خفي لغايه دلوقتي ان هو تهددني وسرقني وانتحلني وشهر وعمل كل الحاجات. ايه يا حبيبتي ممكن تقفي في حته فيها شبكه عشان الشبكه بتقطع بس؟ ايه؟ فانا سامعين كده؟ اه فانا ما اعرفهمش، انا ما اعرفهمش خالص، يعني انا ما كنتش اعرفهم خالص. فهو ده البوينت نفسها، انا عميله عند شركه وليس عميله عند موزع. بس طب ايه؟ هي بقى انا المفروض بس ان انا هاخد اجراءات قانونيه ضدها، ان انا هطالب بحقي المدني، اه لان انا عميله عندها وهي غير امينه تماما على عملائها. يعني انت ناويه ترفعي قضيه على الشركه؟ طبعا، بس طبعا للاسف عشان فيروس كورونا والاجواء اللي حصلت في المحامي اه طبعا وقفت كل حاجه ان شاء الله باذن الله الازمه تنتهي على خير. للاسف الواقفين والمحاكم، وانت عارفه الظروف عامله ازاي، بس احنا ماشيين في اجراءات طبعا القانونيه عشان اطالب بحقنا، لان انا مش هسكت، لازم هوصل لحقي في النهايه على اللي هم عملوه دوت. في النهايه انا عميله عندهم ولسه عميله عندهم. طب ايه تنصحي البنات بايه اللي بيتعرضوا لابتزاز الكتروني او سرقه صورهم او سرقه بياناتهم زي ما حصل معاكي، وخايفين ان هم يتحركوا قانوني، تنصحيهم بايه؟ انا بتجيلي مشاكل كتير، وانا نفسي فعلا اعمل حاجه تفيد الناس دي، وحاجه تكون تحت اشراف وزاره الداخليه طبعا، وتخفف عليهم الحمل، لان انا بتجيلي مشاكل كتير جدا، في ناس كتير خايفه والكلام ده. لا، هو بقول ان هي ما تسكتش عن حقها وتاخد حقها وتدور على حقها، لان هي مفيش حد يدور لك على حقك غيرك انت. انت الوحيده اللي هتقدري تدوري على حقك، وانت الوحيده اللي هتقدري توصلي لحقك، وانت الوحيده اللي هتقدري تاخدي حقك من 1000 واحد، بس طبعا بالقانون. طيب يا ايه انا بشكرك جدا، ميرسي لك يا ايه، وبالتوفيق ان شاء الله باذن الله تاخدي حقك من الجاني ومن الشركه. نرجع للمهندس اسلام غانم تاني. تطبيقات البث المباشر وجرائم اللي بتحصل فيها من البنات اللي تفتح كاميرا، او البنات اللي تطلع تقول افتحي كاميرا مقابل 200 دولار، رأي حضرتك ايه بقى في الكلام ده؟ هي دي تطبيقات يعني مركزها جنوب شرق اسيا، المركز النشأة وليها اشكال كتير واسامي كتير، بتعتمد انها بتركز على البنات اللي في سن المراهقة مع شوية اغراءات مادية. الكلام ده كله تصنيفه بيصنف ان هو بيضرب القيم الاجتماعيه المصريه، وبالتالي في اكتر يعني في اكتر من حد تم القبض عليه واتطبع عليه ان الموضوع دوت ضرب للقيم المصريه، واتحط له الغرامه 50,000 جنيه، ولما حد اخد افراج بكفاله النيابه طعنت وطالبت ان يفضل موجود عشان خاطر
الموضوع اعتقد ان هو لو عدى مرور الكرام هنلاقي ناس كتير جدا بدأت تنفذ الموضوع دوت. طب انا بشوف اعلانات مموله كتير على الفيسبوك او السوشيال ميديا، مطلوب مذيعه من البيت، مطلوب مضيفه، مطلوب وجه جديد، تفتح كاميرا وبمرتب خيالي، بمرتب 6000 دولار في الشهر، وبنات كتير تفاصيل تفاصيل ابعتوا لنا. يعني ما موقف القانون من الكلام ده؟ يعني انت شايف ايه؟ هو نفس الفكره زي ما قلت لحضرتك، احنا ما نقدرش نعمل كنترول كامل على الفيسبوك لانه في الاول وفي الاخر هو موجود، او السوشيال ميديا في العموم اللي موجود السيرفر بتاعه. بس انا عايزاك تنصح البنات يعني اللي هي بتجري ورا الكلام ده او اللي بتصدق النصب اللي بيحصل. هو غالبا انا ما انصح الاسره بقى، لان البنات هم في سن المراهقه برضو مش هيتلقوا النصيحه بالشكل الفعال. الاسره لازم تبقى يعني موجوده على الموبايل او في الانترنت اللي موجود جوه البيت، من التحكم في الراوتر اللي موجود جوه البيت، من تنزيل برنامج على الجهاز بتاع الفتيات ديت، بحيث يخليهم شايفين ايه اللي بيحصل، ايه نتائج السيرش اللي بتطلع لهم لما بيكتبوا يسيرشوا على ايه، بيحبوا يتفرجوا على ايه، على انواع اليوتيوب وانواع البرامج اللي بيتفرجوا عليها، وممكن كمان لو كتبوا كلمه معينه يغيروهم السيرش يطلع لهم ريزلت تانيه خالص. لان غير كده يبقى تقريبا هيبقى تضييع، لان الاغراءات الماديه في الموضوع دوت بطريقه غير طبيعيه بتخلي اي حد ممكن في سن المراهقه يعني يقع تحت المشكله ديت. طب احنا نرجع لموضوع ايه تاني سريعا، ما تعليقك على اللي هي تعرضت له يعني، وتنصح البنات اللي هم بيتعرضوا للابتزاز والتهديد والتشهير وسرقه صورهم وكده بايه؟ هو المجال كبير جدا. كبير جدا، والادوات كتيره، واعاده الاستخدام زي ما حضرتك قلتي في الانترودكشن ان الشيء ممكن يستخدمه بطريقه غير المخصص ليها خالص. في تقسيم مننا احنا كمواطنين، الفترة اللي فاتت لما كانت الخطوط بتتباع عن طريق المحلات التجارية، فكانت المحلات ديت بتعمل حاجة اسمها حرق خطوط عشان عايز يبيع نسب معينة عشان يحقق التارجت او الهدف بتاعه من الشركات. نتيجة الخطوة ديت بقت في خطوط كتيرة جدا مش بالاسامي الناس الحقيقية، يعني ممكن اي حد دلوقتي، انا بطلب ان اي حد لو لقى نفسه فاضي او معدي من قدام اي مركز من مراكز الاتصالات اللي موجودة عندنا يخش ويديله البطاقة ويقول له اديني الخطوط اللي موجودة عندك اللي بالبطاقة بتاعتي ديت. طبعا. هيكتشف انه في اكتر من خط مش موجودين باسمه. ده بيدل على ايه؟ ان الخط دوت لو عمل اي مشكله، اللي حائز الشريحه دوت لو عمل اي مشكله او عمل اكونت للبيع وباع حاجه وهميه وباع حاجه غير طبيعيه، مش هيقبضوا على الشخص الحقيقي ولكن هيقبضوا على صاحب الشريحه. طيب احنا معانا 5 دقايق في اخر سؤال، يعني في تطبيقات بتخليني اتحكم في اللي اولادي بيستخدموه على السوشيال ميديا. طبعا احنا بنربي اولادنا على مراقبه ربنا قبل اي حاجه، بس اتكلمنا على التطبيقات بقى اللي اولياء الامور بيستخدموها عشان يتحكموا في يعني اولادهم بيدخلوا عليه على الانترنت. هي التطبيقات ديت معموله لنفس الغرض اللي هو مراقبه الاودت او المراهقين اللي موجودين في البيت المصري او في البيت في البيوت عامه. هو كل ما في الموضوع ان البرنامج بينزله وما بيبقاش باين عند التطبيق انه في البرنامج ده نازل، لو دخل على البروجرام اللي موجوده جوه الموبايل دوت مش هيلاقي اسم البرنامج، وبيبقى فيه طريقه معينه لفتحه هو عشان لما يجي يقضيت عليه، وبيربطه بالايميل بتاعه بالايميل الاب او الوالد او الوالده، وبيبدا يتحكم في كل حاجه جوه الموبايل، من حتى كمان مش جوه الابلكيشن البرنامج ده نزل الساعه كذا يوم كذا، لا ده دخل فتح جوجل كتب كلمه كذا، بيسمع في اليوتيوب مثلا انواع معينه من المزيكا او بيتفرج على انواع معينه من البرامج، ممكن هو كمان يعمل له ريدايل، ممكن يعمل له حجب ممنوع تفتح السوشيال ميديا من الساعه 1 لغايه الساعه 7 مثلا بالليل، من 1 مساء ل 7 صباحا. فبالتالي فيه كنترول، وهو معمول عشان خاطر يعالج، لان الفئات المراهقه من الصعب جدا ان هم ينصغوا وان هم بيبصوا للموضوع ان كده كابتن الحريه الشخصيه والموضوع ده كله. فانا انصح اللي ما كانش كنترول عن طريق البرامج يبقى كنترول عن طريق الراوتر. الراوتر دلوقتي بقى له انترفيس، واجهه سهله جدا اي حد يخش يقول امنع البرنامج دوت، ما يفتحش خالص، او امنعه لفتره زمنيه معينه من الساعه كذا للساعه كذا. وفي الاول وفي الاخر احنا يهمنا برضو ان الجرائم ديت القانون كل شويه الدوله بتحط قوانين تعالج المشاكل اللي موجوده، قانون الجرائم الانترنت، قانون بينظم عمليات البيع الاونلاين،
قانون بينظم حمايه البيانات الشخصيه بتاعتي، لان برضه البيانات بتاعتي موجوده في اكتر من مكان، والمكان ده ممكن يبيع البيانات بتاعتي لجهه تانيه، واكتشف ان في شركات بتتصل بيا وبتقول لي حضرتك ممكن تخش تشترك في في حاجه بتفتح جديد مثلا. حاجه تانيه برضه، كتير مننا نلاحظ الرسائل اللي بتيجي لينا او كانت بتيجي لينا بطريقه غير طبيعيه، بطريقه متكرره جدا، واصبح حتى الناس شعرت بالملل. فاحدى الجهات تقدمت للمحكمه للشروط الانترنت وطلبت بوقف الرسائل ديت، وتم اصدار من حكم المحكمه الاقتصاديه بتغريمه حوالي 900,000 جنيه وعدم ارساله بنفس المعدل اللي بيتبعت من قبل. تمام. قبل ما اختم، طبعا انا بشكر الاستاذ اسلام غانم على الحلقه الجميله دي. طبعا الوقت ما كفاش ان احنا نسال كل الاسئله، ولكن انا استفدت جدا واتمنى ان حضراتكم تكونوا استفدتوا. مفيش اي شخص في الدنيا مهما كان يستحق ان هو يتعرض لابتزاز او التشهير او السب والقصف او سرقه صوره او اي نوع من انواع التهديد. انت في موقف قوه مش ضعف، انت معاك قانون بيحميك، بل بالعكس الشخص المؤذي او اللي بيمارس الجرم ده عليك هو اللي في موقف ضعف. اشوفكم في حلقه جديده الاسبوع الجاي من برنامج حوار مع يسرى، مع يسرى نصر الله. شكرا.